السلام عليكم ورحمة الله. الثامنة في تونس. وفي أخبارها الليلة: انطلاق اختبارات النوفيام للتنظر على 3425 مقعدا بالمعاهد النموذجية وسط إجراءات حمائية صحية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تحدث رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد ظهر اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد مع وزير التربية فتحي السلاوتي من مكتبه بمقر وزارة التربية، وكان اللقاء مناسبة أثنى فيها رئيس الحكومة على مجهودات الوزارة من مربين وإداريين وعمالة مختلف الوزارات والهياكل المعنية لإنجاح الموعد الوطني الهام الذي تنتظره كل العائلات التونسية، كما نوه رئيس الحكومة بحرص الدولة وكل الأطراف المتدخلة خاصة في هذا الظرف الوبائي الاستثنائي على توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية والمادية لإجراء الامتحانات الوطنية. وقال وزير التربية خلال استعراضه أهم مؤشرات ظروف امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية هذه السنة أن نتائج هذه الدورة تعد طيبة وشهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة. زهاء، 29,000 مترشح يجتازون بدءا من اليوم ومدة أيام ثلاثة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، ويتناظرون على 3425 مقعدا بالمعاهد النموذجية، فيما يتناظر 292 مترشحا خلال الفترة ذاتها على امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، على أن تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والتقني يوم 16 من جويلية الجاري. قرابة 29,000 مترشح يجرون بداية من اليوم على مدى 3 أيام امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام لمناظرة الدخول للمعاهد النموذجية للتنافس على 3425 مقعدا بهذه المعاهد، كما يجري 292 مترشحا خلال ذات الفترة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. ووفق وزير التربية فتحي السلاوتي، فقد خصصت قاعة عزل خاصة في جميع مراكز امتحانات مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، والبالغ عددها 243 مركزا، وذلك تحسبا لحالات الاشتباه أو الإصابة بكوفيد-19 في صفوف المتناظرين. وأضاف السلاوتي أنه تم أخذ كل الاحتياطات الضرورية لتأمين سير هذه الامتحانات في ظروف عادية وفي احترام كامل للبروتوكولات الصحية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أقرت وزارة التربية إجراء الاختبارات الكتابية لدورة التدارك لتلاميذ البكالوريا المصابين بكوفيد-19 بمركز الامتحان الخاص بالحجر الصحي بولاية المهدية. هذه الأخبار كما غيرها متاح لكم تتبعها مشاهدين عبر قناة يوتيوب وطنية ريبلاي والموقع الرسمي الخاصين بالتلفزة التونسية بيت التونسيين. سهرة طيبة وحافظوا على سلامتكم.